أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: وقت صلاة المغرب هل ينتهي بدخول وقت العشاء أو قبل دخول وقت العشاء بقليل؟ ينتهي بغروب الشفق الأحمر، الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بغروب الشفق الأحمر، هذا هو وقت نهاية وقت العشاء أو وقت المغرب وبداية وقت العشاء، مغيب الشفق الأحمر. نعم.